السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد. غادي نشوفوا واحد التقرير رائع حول اللاعب المغربي سفيان امرابط وحقيقه انتقاله الى مانشستر يونايتد. اشنو غادي يقولوا المحللين حول هذه الصفقه؟ واش غادا تتم او لا؟ وصراحه كنتمنوا ما نتصدموش في هذا اللاعب كيف ما تصدمنا في اللاعبين المغاربه اللي صراحه ما عندهمش الظهر في الانتقالات. فمثلا الا شفنا عز الدين اوناحي ورا المونديال انديه كبيره باغا هاد اللاعب، وفي الاخير وقع الاولمبيك مارسيليا وجات الاصابه عاوتاني اللي ما خلاتوش كمل الموسم. كذلك حكيم زياش والصفقه ديالو الى باريس سان جيرمان اللي حبسات في اخر اللحظات، وحنا كنشوفوه حاليا توقفات المفاوضات ديالو مع النصر السعودي ومازال ما عرفناش الوجهه اللي غادي ياخذها حكيم زياش. كذلك سمعنا حقيقه انتقال حكيمي الى مانشستر سيتي اللي كنتمنوا بالصح انها تكون، ونشوفوا اشرف حكيمي في الدوري الانجليزي وفي واحد من اكبر الانديه مانشستر سيتي. فنتمنوا ما نصدموش كذلك في سفيان امرابط اللي الاسم ديالو تربط بعده انديه، اتلتيكو مدريد، برشلونه، مانشستر يونايتد، وتجي شي صدمه ونشوفوه في شي نادي صغير مقارنه بهذه الانديه اللي تربط الاسم ديالو بهم. فنسمعوا شنو قالوا المحللين ديال بي ان سبور. نخليكم مع الفيديو كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. ايمن، نذهب الى موضوع اخر. وبعد تالقه مع منتخب بلاده في كاس العالم بقطر وفريق فيورنتينا الايطالي، تتركز الأنظار نحو نجم المنتخب المغربي سفيان امرابط الذي تراقبه الأندية الأوروبية الكبرى، حيث تبدي أندية تشيلسي وليفربول وبرشلونة الكثير من الاهتمام لضم الدولي المغربي، لكن انتدابه يصبح أكثر أهمية بالنسبة لفريق مانشستر يونايتد ومدربه إريك تنهاخ الذي يراقب اللاعب ويبدي اهتماما كبيرا به. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا ضياء الفاتح. سفيان امرابط اسم تردد كثيرا في كأس العالم فيفا قطر 2022، حيث كان النجم المغربي أحد النجوم البارزين في مونديال قطر وقاد منتخب بلاده المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم، ومن خلال عدو سريع وحركات انزلاقية كاملة ضد أسرع اللاعبين في العالم. حينها انطلق امرابط في وعي ومخيلة جماهير كرة القدم وعزز نفسه كنجم صاعد، حيث جعلته تلك المتانة والقوة الجسدية يلعب 49 مباراة مع فريق فيورنتينا الإيطالي الموسم الماضي، ليتسلل الآن إلى رادارات العديد من الأندية الأوروبية الكبرى. نعم، من المهم جدا لمانشستر يونايتد جلب لاعب بمستوى سفيان. إنه لاعب وسط دفاعي جيد ذو روح قتالية كبيرة. صراحة نشوفه كلاعب لاعب من أحسن اللاعبين اللي موجودين حاليا في العالم اللي يلعب في هذا المركز، وأنا بنشوفه كلاعب يلعب في الدوري الإنجليزي أحسن له. كيلعب بقتالية، يعني الجلادياتوري بالنسبة للفرقة المغربية للمنتخب. تتنافس العديد من الأندية الأوروبية الكبرى على ضم النجم المغربي. مانشستر يونايتد يأتي في مقدمتهم بالإضافة إلى ليفربول وتشيلسي، في حين أبدى فريق برشلونة هو الآخر حرصا كبيرا على توقيع النجم المغربي المتوفر هذا الصيف مقابل 30 مليون جنيه استرليني. ويبدي مدرب مانشستر يونايتد إريك تنهاخ اهتماما كبيرا باللاعب المغربي ويراقبه عن قرب، فكيف يمكن أن يكون سفيان امرابط مناسبا على ملعب أولد ترافورد؟ قام مانشستر يونايتد في السنوات السابقة بتسجيل وشراء أسماء كبيرة. أنا مع فكرة ضم لاعبين غير معروفين وجيدين، كما أن سعر الصفقة جيد. يمتلك النجم المغربي امرابط العديد من المزايا التي تجعل الأندية الكبرى تبدي اهتماما كبيرا به، إذ يتميز بالحضور الدفاعي القوي ودائما ما يكون النبض الجسدي والعاطفي للفريق بديناميكية ورشاقة متناسقة تحافظ على اتزان الفريق وتساعده في صناعة الأهداف. وضم النجم المغربي إلى صفوف الشياطين الحمر سيعزز من فريق المدرب إريك تنهاخ، فوجود فريق قوي سيدعم أهداف يونايتد للمنافسة على كافة الجبهات الموسم المقبل، خاصة في دوري أبطال أوروبا. بمنظار الجودة والأداء يعتبر سفيان امرابط لاعبا متعدد المواهب والمستويات وأكثر إنجازا من لاعبي خط وسط مان يونايتد فريد وماكتوميني، كما أنه يمكن أن يكون خيارا جيدا للتناوب. ويدرك المدرب إريك تنهاخ أهمية اللاعب المغربي الذي أشرف على تدريبه في السابق مع نادي أوتريخت الهولندي. ضياء الفاتح، بي إن سبورتس، من أمام ملعب أولد ترافورد. إذن كابتن أيمن، في الأيام الأخيرة الماضية خاصة الأسبوع الأخير شاهدنا الكثير من الأخبار تتعلق بسفيان امرابط نجم المنتخب المغربي ونادي فيورنتينا. حقيقة الجميع
يجتمع على أنه يستحق فريق ينافس على لقب الدوري في أي بطولة من البطولات الخمسة الكبرى، ليس انتقاصا من فيورنتينا، لكنه بحاجة للانتقال أكثر لما قدمه مع المنتخب المغربي في كأس العالم وأيضا مع فريق فيورنتينا. لاعب مميز جدا جدا، عمل بطولة كأس عالم خيالية، يعني كلنا نذكر التدخل الرهيب أمام مبابي، يعني كل من واحدة من لقطات كأس العالم حقيقة كانت كيف استطاع اللحاق بمبابي أصلا وقطع الكرة، فلاعب مميز. حتى قريبا كانت مباراة أمام البرازيل، المغرب، فوز المغرب الكبير على البرازيل، يعني لاعب على أعلى مستوى أمام، يستطيع أن يلعب في أي فريق في أوروبا، والأعين لذلك عليه، يعني هو يعتبر السعر معقول جدا، 30 ل 40 مليون يعني يعتبر معقول. جافي واحد من أكبر معجبين برشلونة بعد رحيل بوسكيتس، بس معروف أن برشلونة يعاني من أزمة مالية، فاللاعب صعب انتقاله الآن. هناك حديث وأقاويل كثيرة تتعلق بأنه أو تربطه مع مانشستر يونايتد، ليفربول، إما في البريمير ليج إجمالا. نعم، بالذات مانشستر يونايتد، يعني تين هاغ واحد من أكبر المعجبين باللاعب مرابط، أعطاه هو الفرصة. أول مباراة يلعبها مرابط مع أوتركت كان المدرب تين هاغ، يعني يعرفه جيدا، أعطاه الفرصة. هذه النوعية من اللعيبة التي يحبها تين هاغ، لعيبة المقاتلين في الملعب، يعطيك كل شيء في الملعب، زي ليساندرو وكازيميرو وباقي اللعيبة، يحب هذه النوعية تين هاغ، ولذلك يريد بشدة مرابط، يعني ومرابط نفسه مرحب جدا بالانتقال. من بين هذه الأندية الثلاثة، لو تحدثنا عن تشيلسي، ليفربول، يونايتد، من هو أكثر فريق بحاجة فعليا لسفيان مرابط؟ هو حتى الآن الجدية الكبرى ليفربول، طبعا اشترى في الوسط يعني لاعبين، دومينيك وأيضا ماكاليستر، يعني ملأ الخانة بلعيبة. هو مانشستر هو الأكثر رغبة، ولكن لديه مشكلة معروفة، ميزانية مانشستر يونايتد كل الناس عارفة وطلع كل الكلام عنها، 117 مليون، يعني هذه كل ميزانيتهم باعتبار لسه لم يتم شراء النادي، وما زال الصوت. أيوة بالضبط، اشتروا ماونت ب 64 مليون وحاطين 50 مليون لأونانا الحارس، يعني أولوية بالنسبة لهم بعد رحيل دخيل، فيبقى 3 مليون فقط، فهذه هي المشكلة. وبالتأكيد مرابط لا يستحق 3 مليون. بالضبط. هم منتظرين أنه يبيعوا بعض اللعيبة، يعني واضح أنه حتى نزع شرط القيادة من هاري ماغواير، يعني واضح أنه تين هاغ يريده أن يغادر ب 50 مليون كذا، بأي مبلغ حتى يستطيع شراء لاعب وسط. أيضا ماكتوميني، واستهام عينه على مكتوميني. طيب، لتعويض رايس. وافد جديد إلى البريمير ليج، هذه المرة التونسي أنيس بن سليمان مع شيفيلد يونايتد، خطوة رائعة لهذا اللاعب من الدوري الدنماركي إلى البريمير ليج، حتى ولو كان مع الوافد الجديد شيفيلد يونايتد. نعم، هو يوم سعيد جدا لتونس في إنجلترا، وفي ويمبلدون مع أنس جابر. أنس جابر يعني فخر لكل العرب حقيقة. صحيح. يعني تفوق كبير. أيضا أنيس لاعب مميز جدا، وشاهدناه مع المنتخب، يعني شيفيلد أعلن إنه هو سنتين متابع اللاعب، يعني كبير الكشافين عندهم بول ميتشل كان متابع بشكل كبير جدا لعامين، قالوا متطور مستواه، يعني 22 سنة لكن لاعب أكثر من 100 مباراة في الدوري. جميل. 27 مباراة مع المنتخب التونسي، ظهر في كأس العالم بشكل مميز، يعني مشهورة جدا القصة بينه وبين مبابي، يعني بعد نهاية مباراة فوز تونس على فرنسا، مبابي ذهب بنفسه وتبادل القمصان مع أنيس وقال له سألقاك في أبطال أوروبا في تشامبيون ليج. إن شاء الله، لا يقول لأي لاعب، إن شاء الله في المواسم القادمة يكون في دوري الأبطال. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الرأي ديالكم في التعليق، شكرا عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا شاركوا، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيتابع المحتوى ديالنا، كيف العادة نشوفوا فيديو جديد. ديما مغرب.